عدل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك. افرح يا خطيب، ارقص يا كهربا، هيص يا عم عاطي يا زكي، افرح يا كل الجمهور اللي اتظلم بشره، المستشار ما بقاش رئيس للنادي خلاص. يحيى العدل، يحيى العدل. وزارة الشباب والرياضة بتخطر نادي الزمالك رسميا بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور. يعني كده المستشار مش رئيس لنادي الزمالك خلاص؟ رئيس ايه ده، ما بقاش ينفع حتى يبقى عضو من اعضاء النادي. مرتضى اتشطبت عضويته خلاص. ومش بس كده، ده الجمعية العمومية كمان اختارت نادي الزمالك بعقد اجتماع عشان ينتخبوا رئيس جديد للنادي، او حتى رئيس حالي للنادي. في النهاية احب اقولك ان الحق انتصر والاخلاق هي اللي كسبت. افرح يا عم علاء يا مقلد، بقيت رئيس للنادي يا ابن المحظوظ. بيقولك كهربا محضر عيش وحلاوة مع الغرامة.